السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضي. تغلب فريق الأهلي على منافسه المحرق ب 81 نقطة مقابل 77، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الثانية من المربع الذهبي لدوري زين البحرين لكرة السلة، ليتربع بذلك الأهلي على الصدارة بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي، رافعا رصيده إلى 4 نقاط. وتألق في صفوف الأهلي اللاعب حسين شاكر بتسجيله 20 نقطة في المباراة، في حين كان المحترف الأمريكي مايكل أفضل المسجلين في صفوف المحرق برصيد 24 نقطة.